لا تزال أكثر من 25 عائلة تقطن بالحراش بالعاصمة تبيت في العراء لتعرض مساكنها بحي بومعطي إلى الهدم رغم إقرار القضاء بوقفه لتدوس مصالح البلدية على قرار العدالة رامية بالمسؤولية إلى مصالح الولاية. والأعلن انتشار خبر منح الوعاء العقاري لمستثمر زاد احتقار هذه العائلات. تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة أسقطت هذه الجرافات فيلات مشيدة بطوابق عليا بحي بومعطي أحد أكبر الأحياء المعروفة بمدينة الحراش لتتحول ما شيدته هذه العائلات في سنوات إلى حطام في لمح البصر. فرغم إقرار القضاء بعدم الهدم إلا أن مصالح البلدية فوق القانون. ورا عندنا تسوية ربضة ياكل واحد شحال عنده المتر تاعو منظمين وقلنا ننظموا بعضنا. عندنا هنا غاز، عندنا التلفزيون في مالاش فور ضوي، جاو هنا بايري يبول الناس، الناس مثلا خرجت المساكن، الناس كاين اللي مثلا باني بزوج مناير، كاين اللي بثلاثه، كاين اللي داير حانوت، كاين اللي عندك وغطه، وكاين عنده رجل كوميرس. الصباح ما كاش والو مسكين. عندنا جيجمات من المحكمه الاداريه، عندنا هاي ليك من المحكمه الاداريه بعدم الهدم وعدم الاخلاء، بصح هما عفسوا القانون الاداري والاخر. راسلنا رئيس البلديه قلنا له عطينا نسخه من قرار الهدم، قال لك غير موجود. راسلنا ولي ولايه الجزائر عطينا نسخه من قرار الهدم غير موجود. عندنا جيجمو من المحكمه الاداريه بوقف عمليه الهدم وعدم اخلاء المنزل. ما يزيد حسرة هذه العائلات أن هذا الوعاء العقاري الذي كان بالأمس القريب ملكا لهم حسب ما تثبته هذه الوثائق القانونية اليوم قدم لمستثمر على طبق من ذهب، ليبقى الشارع يحتضن شتات أكثر من 25 عائلة لعدم إنصافهم من قبل مصالح البلدية. كاين الناس راهم مقصيين راهم يترعماو، واليوم يقول لك اداها مستثمر، احنا المستثمر هذا نقولوا له باللي هذه الارض مغتصبه والله ما تربح بها وما ناس ساكتين. سياسة التلاعبات والاختفاء خلف المكاتب رمت بهذه العائلات إلى العراء بعدما كانت تمتلك فيلات فخمة ومحلات